ارميا 48 عن مؤاب كده قرب الجيوش الى اسرائيل. يا ويل نبو لانها خربت، اتكسفت واتخذ قريتين، اتكسفت مزجاب وترابت، ما عادش موجود فخر مؤاب. فحجبون فكر عليها شر، يلا نخليها تنقرض فما تبقاش بلد. وانتي كمان يا ممين تسكتي ويروح وراك السيف. صوت صريخ من حرنايم، ضياع وهرس عظيم، اتكسرت مؤاب وسمع صريخ الصغيرين بتوعها، لانه في عقبة لحيط بيطلع عياط على عياط، لانه في منزل حرنايم سمع الاعداء صريخ كسرة. اهربوا نجوا نفسكوا وخليكوا زي شجرة عرعر في الصحراء، فعشان خاطر اتكالك على اعمالك وعلى الخزاين بتاعتك هتتاخدي انتي كمان. ويخرج كاموش للأسر، الكهنة بتوعه والرؤساء بتوعه مع بعض، ويجي اللي بيضيع لكل مدينة فما تفلتش مدينة، فيفنى الوادي ويبيع السهل زي ما قال الرب. ادوا مؤاب جناح لانها تخرج طايرة وتبقى المدن بتاعتها خربانة من غير اللي يسكن فيها. ملعون اللي يعمل عمل الرب بغش، وملعون اللي يمنع سيفه عن الدم. مستريح مؤاب من وقت الصبا بتاعه، وهو مستقر على العكارة بتاعته، وما تفرغش من وعاء لوعاء وما راحش للأسر، عشان كده فضل طعمه فيه وريحته ما تغيرتش. عشان كده اهي ايام تيجي يقول الرب وابعتله اللي بيقلبه فيقلبوه، ويفضوا الأوعية بتاعته ويكسروا الأوعية بتاعتهم، فيكسف مؤاب من كاموش زي ما اتكسف بيت اسرائيل من بيت ايل اللي اتكلوا عليه. ازاي بتقولوا احنا جبابرة ورجالة قوة عشان الحرب؟ اتضيعت مؤاب وطلعت المدن بتاعتها واحسن المختارين بتوعها نزلوا عشان القتل. بيقول الملك رب الجيوش اسمه، قريب ما جي ضياع مؤاب والبلوى بتاعتها مسرعة قوي، انتبوها يا كل اللي حواليها وكل اللي تعرفوا اسمها قولوا. ازاي كسر قطيب العز عصيت الأبهة؟ انزلي من المجد، اقعدي في العطش يلي ساكنة بنت ديبون، لان اللي بيضيع مؤاب طلعلك وضيع الحصون بتاعتك. اقفي على الطريق وطلي يلي ساكنة عرعير، اسألي اللي هربان واللي ناجية، قولي ايه اللي حصل. اتكسف مؤاب لانه اتكسر، ولولوا وصرخوا، بلغوا في أردون ان مؤاب اتضيع وجه القطع على أرض السهل، على حلون وعلى يحصى وعلى مفعى وعلى ديبون وعلى نبو وعلى بيت بلتايم وعلى قريتايم وعلى بيت جمول وعلى بيت معون وعلى قريوت وعلى بصرة وعلى كل مدن أرض مؤاب البعيدة والقريبة. اتقطع أرض مؤاب وتحطمت دراعه، بيقول الرب سكروه لأنه تعظم على الرب، فيتمرغ مؤاب في الترجيع بتاعه وهو كمان يبقى ضحكة. مش كان إسرائيل ضحكة ليك؟ يكونش تلاقى بين اللصوص عشان انت كنت كل ما بتتكلم عنه كنت بتهز الراس. فضوا المدن واسكنوا في الصخر يا سكان مؤاب، وخليكوا زي حمامة بتعشش في جوانب بق الحفرة. سمعنا بالتكبر بتاع مؤاب، هو متكبر قوي بالعظمة بتاعته وبالتكبر بتاعه والمجد بتاعه وعلو قلبه. انا عرفت غضبه الشديد، بيقول الرب انه على الفاضي الكب الكتير بتاعه عمل ولا حاجة، عشان خاطر كده اولول على مؤاب وعلى مؤاب كله اصرخ. يتأويه على رجال كتير حارس، عيط عليك يا عيات يا عزير يا شجرة عينب سبمة، عدت فروعك البحر وصلت لبحر يا عزير، وقع اللي بيضيع على الحصاد بتاعك وعلى قطف عنبك كويس، وتشد الفرح والطرب من البستان ومن أرض مؤاب، وتبطلت الخمرة من المعاصر ما يدس بهتاف دوشة مش هتاف. طلعوا صوتهم من صريخ حجبون لحد العالة لحد يهز، من صغر لحد حرنايم،
زي عجلة عندها 3 سنين لأن مية نمرين كمان تبقى خربانة. وعبطل من مؤاب بيقول الرب اللي يطلع في مكان عالي واللي يبخر للآلهة بتاعته، عشان كده يصوت قلبي المؤاب زي ناي ويصوت قلبي الرجال القير حارس زي ناي، لأن الثروة اللي كسبوها فنيت، لأن كل راس أقرع وكل دقن مجزوزة وعلى كل الإيدين تقطيع وعلى كل وسط خيش على كل سطوح مؤاب وفي شوارعها كلها نوح، لأني حطمت مؤاب زي وعاء ما يتفرحش بيه. بيقول الرب يولولوا ويقولوا ازاي تهدد، ازاي حودت مؤاب أفاها بكسفة، لأن مؤاب بقت ضحكة ورعب لكل اللي حواليها، لأنه كده قال الرب أو يطير زي نسر ويفرج جناحاته على مؤاب، اتخذت قريوت واتمسكت الحصون ويبقى قلب جبابرة مؤاب في اليوم ده زي قلب ست عندها وجع الولادة، ويضيع مؤاب من انه يبقى شعب لانه تعظم على الرب. خوف وحفرة وفخ عليك يا اللي ساكن مؤاب، يقول الرب. اللي يهرب من وش الخوف يقع في الحفرة، واللي يطلع من الحفرة يتعلق في الفخ، لاني اجيب عليها على مؤاب سنة عقابهم، بيقول الرب. فضل حشبون وقف الهربانين من غير قوة، لأنه خرجت نار من حشبون ولهيب من وسط سيحون، فأكلت زاوية مؤاب وقورت ولاد الدوشة. يا ويلك يا مؤاب، فين شعب كموش؟ لأن ولادك اتخذوا في الأسر وبناتك في الترحيل، ولكن أنا أرجع أسر مؤاب في آخر الأيام، بيقول الرب. لحد هنا حكم مؤاب.